تحركات عربية مستمرة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والعدوان على قطاع غزة ولبنان. من المنتظر أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة المقبل بشأن التطورات في غزة ولبنان. يسبق اجتماع آخر بين المجموعتين الأوروبية والعربية الخميس لبحث التطورات في الشرق الأوسط ومناقشة حل الدولتين. ينضم إلينا من نيويورك السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة. سعادة السفير ماجد مساء الخير، أهلا بكم. يعني يبدو أن خلال الأيام القادمة هناك تحركات كثيرة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. التحركات بدأت يا أخي العزيز عمرو منذ بداية قمة المستقبل. نعم. منذ وصول أصحاب المعالي والفخامة الملوك والرؤساء إلى نيويورك للمشاركة في قمة المستقبل من يوم الأحد الماضي، بدأت اتصالات مكثفة على مستوى عالي جدا، وعقدنا امبارح اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، والاجتماع صدر عنه بيان تم توزيعه على الصحافة بيؤكد على التضامن الكامل مع شعب لبنان حكومة وشعبا لدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، وخصوصا منذ صباح يوم 23 سبتمبر وسقوط 357 ضحية لبنانية و1250 جريح في يوم واحد. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، وحذر من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، وأيضا حذر من السعي إلى إشعال حرب إقليمية شاملة وتهديد أمن واستقرار المنطقة كلها. وحصل عدد من الاتفاقات، حصل الاتفاق أولا على استثمار كل الاجتماعات اللي احنا هنعملها على مدى الأسبوع رفيع المستوى للدفع في قضيتي العدوان الإسرائيلي على فلسطين والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وإضافة إلى ذلك السعي أيضا إلى مزيد من التنسيق مع المجموعة الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأضيف للاجتماعات اللي تفضلت سيادتك بأنك أنت عرضتها اجتماع آخر هنعقده مع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يوم الجمعة، هو يمكن في تعديل صغير هيتم على الجدول اللي سيادتك طرحته، انه جلسه مجلس الامن اللي طلبت الجزائر عقدها واللي كان مفروض هتعقد يوم الجمعه. صحيح. من الـ المرجح انها هتعقد يوم الخميس، لانه في مساعي فرنسيه انضمت الى الجزائر، والرئيس ماكرون بنفسه بيفكر في حضور هذه الجلسه، وصاحب المعالي رئيس وزراء لبنان يفكر في حضور هذه الجلسة، وسيحضرها أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ستكون جلسة في غاية القوة وفي غاية الأهمية، بس هتكون يوم 26 في الغالب، بحيث أنه نستثمر وجود هذا العدد الكبير من القيادات العربية أن احنا ندفع بأقصى قوة في اتجاه وقف العدوان والوقف التصعيد ومنع نشوب حرب إقليمية. طيب، التحركات أيضا البينية مع الوزراء مع أو حتى على لقاءات الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط مع رؤساء الدول والملوك، كيف ترى هذه التحركات الآن والحشد الذي تقوم به الجامعة العربية في هذا الإطار؟ لا، الجامعة العربية بتقوم بجهد كبير جدا، عندنا حوالي 50 مقابلة في أقل من 5 أيام سيقضيهم السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة هنا في نيويورك، من ضمنهم اجتماعات مهمة جدا أيضا سيعقدها مجلس الأمن، ومنها اجتماع هيعقد بكرة وهيلقي فيه معالي الأمين العام كلمة حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وهذا الاجتماع تم توزيع مذكرة مفاهيمية له، هيكون برئاسة رئيس وزراء سلوفينيا اللي هو بيرأس حاليا جلسة أوكرانيا في مجلس الأمن. صحيح. وتتركز على تنفيذ استثمار أحكام الميثاق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. الثلاث قرارات اللي صدروا من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة،
القرارات اللي صدرت بشأن أوكرانيا، القرارات اللي صدرت بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، منع التهديد باستخدام الأسلحة النووية، ووقف الحروب الإقليمية وغيرها من وهو ما يطالب به الآن في الجلسة التي تعقد الآن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، كان يطالب بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، ليس ميثاق البرازيل أو ميثاق لأوكرانيا ولكن للجميع. بالضبط، وهذا هو ما نعاني منه في العالم العربي، أن هناك نظرة معايير مزدوجة في التعامل. الكل بيتحدث عن احتلال روسيا لأوكرانيا وينسى أن هناك احتلال إسرائيلي لفلسطين ولأراضي في سوريا وأراضي في لبنان، وبالتالي هناك قدر من المعايير. الكل بيسعى إلى دعم أوكرانيا لكي تدافع عن أرضها، والكل يسعى لتسليح إسرائيل لكي تستمر في العدوان على الفلسطينيين واللبنانيين. هناك عدد كبير، قدر كبير من المعايير المزدوجة، وأعتقد أن كلمة معالي الأمين العام باكر ستتطرق إلى هذا القدر من المعايير المزدوجة. نحن لن نتدخل في الشأن الأوكراني، ولن نتدخل في الموضوع ما بين روسيا وأوكرانيا، رغم أن في لجنة عربية بتقوم بجهود مكثفة في محاولة للسعي لرأب الصدع وللسعي لبدء عملية سلمية مفقودة في الوقت الحالي، اللي بيتكلم عليها رئيس المجلس، واللي اتكلم عليها وزير خارجية مالطا ومن تلاه من المتحدثين. ولكن هناك قدر من المعايير المزدوجة لابد أن نقف أمامه، وهذا القدر أشار إليه بكل وضوح جوتيرش في بيانه اليوم في افتتاح الدورة 79. أعتقد أن كلكم شاهدتوه أكيد، وهو ركز على ثلاث محاور: انعدام المساءلة عن الأفعال الخاطئة، انعدام المساواة، وانعدام اليقين في المستقبل، وتأثير ذلك على قدرة الأمم المتحدة على الاستمرار. صحيح صحيح. طيب على 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 فكرة الرؤية للمستقبل، هو تحدث عن المستقبل وقال بأن لبنان على حافة الهاوية كذلك وعلى شفا كارثة حقيقية، كذلك كان هناك تخوف من أن يتحول لبنان إلى غزة جديدة. برأيك إلى أي مدى ووفقا لنظرة رأس المنظمة الأممية يمكن التحرك قبل وقوع هذا السيناريو الأسوأ؟ احنا بنتحرك بأقصى سرعة ممكنة. احنا عملنا يعني امبارح اتخذنا قرار في المجلس الوزاري العربي ان احنا هنعمل اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري الاسلامي، وتقرر عقد هذا الاجتماع يوم الجمعه بعد الظهر الساعه 3 هينعقد. احنا قررنا في المجموعه العربيه ان الجزائر هتقدم طلب عشان تعمل جلسه على المستوى الوزاري على التطورات الاخيره في لبنان وفي فلسطين، والجلسه هتعقد يوم 26. قررنا ان احنا هنشارك في المجموعه كمجموعه، وانه الامين العام هيشارك في اجتماع باكر حول تنفيذ قرارات الامم المتحده وغيرها، وفيها اجتماع باكر ده فيه 95 متحدث، هياخد يومين عشان الناس تتكلم، لانه في حاله احباط وفي حاله استياء شديده جدا من التطورات في المنظمه، ومن عدم قدره مجلس الامن على انفاذ نظام الامن الجماعي المقرر في الميثاق، وبالتالي الميثاق اصبح يعني ورقه بغير مضمون، واصبح لا يوجد من ينفذ احكام هذا الميثاق. هناك ضغط كبير جدا على اسرائيل، واكيد البيانات اللي هيقولها رؤساء الدول والحكومات واللي شفناها منها النهارده بيان قوي جدا، بيان جلاله ملك الاردن صحيح. اللي يعني أكد مرة أخرى رفض الأردن ورفض العالم العربي لترحيل الفلسطينيين القسري إلى الأردن، وقال بمنتهى الوضوح الأردن لن يكون البدل الوطن البديل للفلسطينيين، ونحذر العالم تماما من هذا الموضوع اللي ممكن يقود إلى حرب إقليمية، وطرح مبادرة جديدة بمبادرة إنسانية واسعة، وطلب من الجمعية العامة تبنيها، وطلب أنه العالم كله يسعى الآن إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات للجانب الفلسطيني اللي بيتعرض للقصف سواء كان في الضفة أو في القطاع.
طيب الرئيس الأمريكي أيضا جو بايدن اليوم تحدث عن كيفية نجاح العالم والمنظومة الأممية في القضاء على الأبرتايد والفصل العنصري والتمييز العنصري، ولكنه لم يذكر الاحتلال الوحيد القائم الآن لشعب من الشعوب وهو في فلسطين. برأيك كيف يمكن الآن التركيز على قضية الفصل العنصري والممارسات ضد الإنسانية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطين عموما وبالأخص في غزة؟ بالطبع يعني أنا بنظر لكلمة الرئيس بايدن باعتباره رئيس على وشك أن يتقاعد في خلال عدد من الأشهر، أنها يعني زي ما بنقول عليها هنا في الأمم المتحدة ليم داك ستيتمنت، يعني ما كانش حد متوقع أن يكون فيها أي تغير جذري في سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الشرق الأوسط. ولكن إحنا الهدف المرحلة الحالية هي مرحلة البناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اللي طلع يوم 19 يوليو، وكلنا شفنا القرار اللي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 124 صوت لصالح، ومفيش بس غير 14 دولة صوتت ضده، اللي بيطلب من إسرائيل إخلاء الأراضي الفلسطينية خلال عام. وهذا القرار هيجري، طلبنا من السكرتير العام انه يقدم تقرير قبل في خلال 3 أشهر، يعني على اخر نوفمبر او اوائل ديسمبر السكرتير العام لابد هيقدم تقرير في هذا الموضوع. اذا لم تكن اسرائيل قد بدات في الالتزام فسنرجع تاني الى محكمه العدل الدوليه، وسنصدر العديد من القرارات الاخرى في اللجان المتخصصه، وسنقود حمله موازيه بالإضافة إلى حملة العضوية في الأمم المتحدة، وبالإضافة إلى حملة زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وبالإضافة إلى غيرها من الحملات. فيما يتعلق بالأبرتايد، القرار نص على تشكيل لجنة خبراء لبحث ما إذا كانت ممارسات إسرائيل في هذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها المتكررة عليها قد يمكن تفسيرها على أنها مخالفة لاتفاقية الأبرتايد. وطبعا هذا الموضوع موضوع في غاية الحساسية، لأنه طبعا إحنا كنا دخلنا فيه في مفاوضات مع الأوروبيين من سنة 2022، وده اللي قاد إلى أن إحنا رحنا محكمة العدل الدولية، لأنهم رفضوا ينصوا في مشروع قرار على أنه ما تمارسه إسرائيل هو أبرتايد، وقالوا لا ده لابد يكون في رأي من محكمة العدل، فقلنا طيب نروح المحكمة، وصدر بناء على ذلك الرأي الاستشاري. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من نيويورك سعادة السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك.